لاعبي المنتخب المالي على حامل الكرة. حكيم زياش قطع الكرة محاولة ولكن كانت قتالية، محاولة خالد مطيب مرة أخرى لصالح المنتخب المغربي، قتالية كبيرة، ضربة جزاء، ضربة جزاء. تابعوا الآن نشاهد حكيم زياش، حكيم زياش لاعب أياكس، ضربة جزاء لا غبار عليها، ضربة جزاء لا غبار عليها. حكيم زياش، نريد هدف، نريد هدف بالنسبة لحكيم زياش. محاولة جميلة للمنتخب المغربي، حكيم زياش في مواجهة الحارس المالي، حكيم زياش والهدف. إصابة، إصابة، إصابة للمنتخب المغربي. هدف جميل، هدف رائع، ضربة جزاء. حكيم زياش أهدى قدمه للمدافع، أهدى قدمه للمدافع وحصل على ضربة جزاء بدرجة استحقاق وترجمها إلى هدف، وبالتالي الهدف الأول. يمكن نقول بأنه الآن سنتابع مباراة أخرى. ألان جيراس، ما عليك إلا أن تغير الخطة لأنها كانت خطة عسيرة، ضغط كبير، لكن من يمتلك خالد بوطيب، حكيم زياش، يونس بن هندا، لا يمكن أن يخاف لأنه سيقع جيد، عنده 21 سنة. سنتابع الآن هذه المحاولة. إصابة، خالد بوطيب، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. حدس المغاربة صادق، حدس المغاربة صادق، لم يتخوفوا من هذه المباراة. خالد بوطيب يسجل الهدف. اوي 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 اوي. نتابع حكيم زياش، الأحمدي وخالد بوطيب، من صنع هذا الهدف هو لاعب حكيم زياش الذي يمكن أقول بأنه سيكون نجم هذه المقابلة. صدقوني قلت بأنه هذه قبل المباراة ودونت معي بأنها تذكرني بموقعة مراكش والمنتخب المغربي، واجه آنذاك المنتخب الجزائري، وهذه المباراة هي تسير في هذا الإيقاع، تسير في هذا المثل، لا أتذكر الدقائق، ولكن السيناريو يبدو بأنه سيكون فيه تشابه كبير، فيه تشابه كبير. المغربي حكيم زياش، المبدع حكيم زياش. تفاعل مع الجماهير المغربية، قلت بأنه عودة حكيم زياش عودة كانت لا بد منها. نتابع فنان كبير، فنان مبدع، شاهدوا صنع المحاولة. يا سلام، يا سلام على حكيم زياش، يا سلام على حكيم زياش، ممتاز، لاعب رائع، لاعب مهاري، لاعب فنان مبدع بامتياز. إذن المنتخب المغربي تعود الأجواء، أجواء الفرحة مع عودة زياش. يمكن أقول بأنه الجدل الذي كان قد رافق عدم الأسود قهر النسور أشرف حكيمي، تعود مرة أخرى لحكيم زياش صانع العاب.
متابع 4 أهداف وبالتمام والكمال. وإلى حدود الدقيقة 72 الهدف الرابع، الهدف الرابع ومران يحقق الأصل بالنتيجة بالهدف الرابع، هدف رابع يؤكد السيطرة المغربية ويؤكد بأنه التاريخ يعيد نفسه. هي مباراة شبيهة بمباراة مراكش، شبيهة بالحضور الجماهيري وشبيهة كذلك بالحصة، رغم أنه الأداء اختلف، لكن يمكن أقول بأن متقدم. والآن ولكن بشكل جميل، خماسية جميلة. وشاهدوا الرقصة لفيصل، عرض مقنع وهدف جميل بالفعل، هدف جميل. المنتخب المغربي يضرب بقوة ويسأر، الأسود يسأرون هنا من مدينة الرباط، وفوز كبير. وكرنفال مغربي، كرنفال مغربي 100%، تكون تاريخية. مبارك بوسوفو. أوه.